السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالك الأول إيش كانت أول حملة لكم؟ أول حملة لنا بدأناها اللي هي المجاعة في شرق أفريقيا، اللي هو كانت في منطقة اسمها أريتريا اللي كان جزء من إثيوبيا في الوقت ده. دي كانت سنة بدأت في صيف 83 واستمرت لحوالي 85. بعد كده هو تاني حملة كبيرة عملناها اللي هي كانت حملة بتاعة السودان، فيضان السودان 1989. كيف يعني؟ كيف رتبتوا حق أول حملة؟ يعني إحنا عادة إنه منيجي نرتب حق أول حملة يكون كثير صعب لأن ما عندنا خبرة بالموضوع، فنحتاج مثلا أدوات معينة. غالبا أول حملة دائما يعني تفشل، فكيف شنو سويتوا بالضبط فيها يعني عشان نعرف ندير حملات بعد إحنا؟ حاضر. أول حملة إحنا ما كانش عندنا أي فكرة عن أي حاجة. خدت بالك أنا كنت لسه حاطط أنا محاضرة النهاردة الصبحية على الفيسبوك عندي، كنت أنا عملتها من سنة أو سنتين، اسمها عورتي. اتفرجوا عليها علشان تشوفوا الأخطاء اللي أنا كنت عملتها من 20 سنة و 25 سنة وحطيتها على الفيسبوك. أول حملة ما كانش في حاجة خالص إلا أننا كنا اتفقنا مع بعض الجمعيات في السودان أننا هنجمع الفلوس ونوديها لهم. فكان أول مشروع لينا كان 5000 جنيه في شهر أغسطس أو سبتمبر لما رحت السودان علشان نعمل مزرعة للفراخ في منطقة اسمها خشم القربة في اقليم اسمه كسلة جنب في شرق السودان. دي كان اول حاجة، بس ما كناش نعرف اي شيء، ومش عيب انك تبدأ وتبقى عارف ما تعرفش اي شيء، وحتى مش عيب انك تغلطي، بس نتعلم من الغلط بتاعنا. خلاص واضح كده؟ طيب قولت حاجة تانية؟ سؤال تاني منكم؟ انا عايز اسئلة، مش حابب. عايزين نسمع منك. طيب بس نطلب منك تستريح للدكتور. انا راحت في ان انا اشوف دكتور هاي ما بعرفش يتكلم وقعد. تفضل دكتور. في البدايات هل هناك معوقات من قبل الحكومه البريطانيه بالنسبه لجمع المال والامور الاداريه؟ طيب انا بتكلم عن سنه 84 فتحنا حساب من غير اي تزكيه، من غير اي شيء، واشتغلنا حوالي 4 سنين من غير ما يكون عندنا تسجيل. التسجيل اتاخر شويه عشان ايه؟ المزرعة اللي احنا عملناها في خشم القربة دي هل هي مزرعة للمجتمع ولا مزرعة استثمارية ولا كذا ولا كذا. ومع ذلك في الفترة دي كلها كنا بنجمع تبرعات من الناس وصلت الملايين في الكام سنة دول، وما كانش في اي تضييق، وكان المستوى الاسلاموفوبيا اللي احنا بنشوفه دلوقتي ما كانش طالع كده، الارهابوفوبيا ما كانش طالع كده، ما كانش في فيلم. كان في فيلم الارهاب والكباب طلع 94 صح. حتى عادل امام ما عملش فيلم الارهاب والكباب، شفتيه؟ لا شوفيه، بس ما تشوفيش يسرى. فده اللي ايه، ده اللي حصل في الفتره الاولانيه. كان العمليه ايه؟ الدنيا ربيع والجو بديع والامور ماشيه زي الفل. فده اللي حصل، ما كانش فيه مضايقات اللي احنا بنشوفها دلوقتي، اللي حصل بعد 11 سبتمبر. تاني حمله عملناها كبيره كانت اللي هو فيضان الخرطوم السودان، وده طلعنا فيه طياره فيها حوالي 500 خيمه ومواد لبناء الخيام الى المخيمات الى اخره. ثالث حمله كبيره كانت بتاع زلزال ايران، بردك اشتركنا مع الهلال الاحمر الايراني وطلعنا شحنات من بقى، يعني بقى خططنا بقى ازاي، عايزين خيم، عايزين تورشز يعني ايه بطاريات، عايزين تورتات بتاعت كامبس، عايزين حاجات اللي هو ايه اللي بتنظف الى اخره الى اخره. بدأنا نتعلم لان احنا كان قوتنا هنا اسمك ايه؟ حنان. كان قوتنا هنا يا اخت حنان في اننا كنا بنكون اسرع واول استجابه بتطلع من عندنا احنا. فكنا احنا قبل ما الناس تفكر في سنه وشيعه في الوقت ده، كنا احنا في الشارع منزلين ايه؟ يعني زلزال ايران اللي مات فيه حوالي 20 او اكثر من 20,000، وكمان حوالي 400 مليون، مش 400، ربع مليون جنيه. في الغرفه، كانت الغرفه اللي انتوا قاعدين فيها دي شايفينها دي؟ شايف يا عبد الرحمن دي؟ الغرفه دي؟ الغرفه دي كان فيها الشباب بيقعدوا الساعه 11 12 بالليل في سنكم كده واصغر منكم، اللي كان منهم سكندر علي وكان منهم انور خان وكان منهم جانجير وكان منهم خالد الى اخره الى اخره. وكان كل اللي احنا بندور لهم ايه؟ حبه بطاطس اللي هو شيبس وصباع كفته او نص صباع كفته او راس سمكه او ديل سمكه. ايه رايك، الراس ولا الديل؟ الاثنين. اتفضل. لماذا لم تشتغل بتخصصك كطبيب
ودراستك ورحت للعمل الخيري والإنساني. طيب. وبعدين بدنا تقييمك في العمر هذا للعمل الخيري والإنساني. أنا كنت طبيب ساعتها. أنا أولاً طبيب مش هاوي الطب. يعني أنا دخلت الطب عقبال عندك يعني وعقبال ولدك وعقبالكم أنتوا علشان والدتي كانت عايزة أبقى طبيب. ما دخلتوش لأن أنا بحب الطب. أنا دخلت ماما عايزة أبقى طبيب بنبقى طبيب. عشان نرضي الايه الحاجه الله يرحمها ها ايه نرضي الوالدين لا. ففرحت لما اخذت الدكتوراه لما اخذت دخلت الطب يعني جيت انا اشتغلت برضك ما كنتش عارف اشتغل تخصص ايه فمشيت طبعا سالت 4 مرات في امتحان المعادله دايما اسقط انا عمري ما انجح على طول اوعى تفتكر ان انا بنجح على طول ها فاهم ولا لا قول اللي عندك دول اللي مكوشين دول هم اللي بتسقط كتير اللي يجي منهم يقول لك انا ناجح اقول له لا كلكم سقطتوا زي ما انا سقطت ها. وبعد كده اشتغلت بقى وعملت اخطاء حتى يعني في الشغل بتاعي ولما رحت اسكتلندا عشان ما كانش عندي هويه طبيه اشتغلت اول سنه في اللي هو الاشعاع الذري العلاج بالاشعاع الذري والكيماويات وبعدين بقى كده رحت على الالف والاذن والحنجره وبعدين بقى كده رحت على الجراحه العامه بعدين جيت هنا بعد كل اللفه دي كلها سنتين في اسكتلندا في جلاسكو جيت هنا هو اشتغلت في الباثولوجي لان ما كانش كان اسهل حاجه الاقي وظيفه في الباثولوجي اللي هو تشريح الجثث كده كان عندي في اليوم تعرف بعمل ايه جثه قبل الشاي وجثه بعد الشاي خدت بالك في حاجه كده كانت تبقى حلوه زي كنت صغيره في حاجه تبقى زي اخونا كده بسم الله ما شاء الله بس كان عندي 2 حبوا بعض في ايه حبوا بعض في المشرحه لا مش جثث الست اللي بتشتغل معايا اللي هي بتخيط الجثه بعد ما قطعها والراجل اللي بالحنوتي بقى اللي فايه كان اسمها كده فين حب في المشرحه كانت اسمها مش نسيت اسمها والله كانت ايه ما بين الجثتين يوم فرطين لنا الشاي بقى والقهوه والحاجات دي كلها وحب التوست ده حقيقه انت خايف ولا ايه كان برده كان عندي جثث كان زيك كده زي الفل كنت تاخد المعلقة من اللسان لغاية تحت حتة واحدة وبعدين اقعد بقى ايه براحتي بقى خلاص بس ايه ما هويتش الطب بس كنت هويت بقى التشريح حبيت التشريح جدا يعني جدا جدا زي اجدادي الفراعنة الدكتور مصطفى محمود كمان كان هو كان بتاع التشريح والله كان بس هو امه طلبته من البيت يجيب جزء السرير شفت بقى يسلى فيها لا انا كان عندي انا نسيت اقول لك ايوه قول له اقول لك انا كان عندي وانا في كليه الطب جامعه الازهر في البيت برميل بسم الله ما شاء الله قد كده نزلت اجيبه من وكاله البلح اللي هي جنب الايه اللي جنب النيل في حته قديمه قوي كنت بحط فيها جثه كان عندي جثه فعلا كان عندي فيها فورمالين بقى الرجلين موجودة والرأس موجودة والكلاوي موجودة والقلب موجود شفت الحاجات دي كلها وبقى كنا نقعد نشتغل في البيت عندنا وكان عندي في البيت ميكروسكوب كمان والشرايح كنت عامل كلية طب ايه في الشقة بتاعتي ده بالنسبة للطب فبعد ما جيت بقى كان هدف كان امل والدتي رحمة الله عليها ان ناخد الدكتوراه يوم ما خدت الدكتوراه قلت للطب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونزلت لها بعد ما خدت الطاقيه بالطرطور اللي هي بتروح تاخد الشهاده بتاعتك خدتها وقلت لها بصي ادي الصوره اهي وادي الشهاده اهي عايزه حاجه ثانيه بقى ده كان الكلام ده سنه 1992 كان معايا شيخ البوسنه جه اول زياره جه عندكم انتوا في قطر واخد بالك فاكر انت الشيخ صالح جولاكوفيتش ساعتها الشيخ الدباغ موجود فبعدها قبل ما ننزل مصر بقى في الرحله دي قلت لها خلاص بقى يا ماما قالت لي خلاص يا ابني اعمل اللي انت عايز تعمله فخدت الشهاده الايه الدكتوراه دي والله الدكتوراه انا نسيت والله فعشان كده انا ما كنتش اصلا طبيب يعني انا ما ينفعش اكون طبيب شكلي كده ما ينفعش ابقى طبيب مش كده برضك بس انا تمتعت يعني مثلا انا في الدكتوراه عملت 400 جثه اللي هو البيبيز الابورشنز اللي هم السقط اللي كنت بشتغل على المخ وعدم اكتمال نمو المخ ويكون في كيس ميه في الظهر وانقسام في العظم حاجات كبيره بقى وبس اول واحد كشف او اكتشف وشرح هذا المرض كان ابو القاسم الزهراوي وكان في الاندلس في مدينه الزهره جنب ايه قرطبه
ودي من الحسنات اللي انا اتمنى ربنا سبحانه وتعالى يجرني عليها، ان انا غيرت اسمه وقلت بدل بوكاسس ابو القاسم الزهراوي، وحطيته في المقدمه بتاعت الرساله بتاعتي. لكن عملنا الاهداء اللي هو الجراتيتيود لمين؟ لربنا. ثلاث صفحات يا بنات، ثلاث صفحات يا رجاله، هو ايه؟ جراتيتيود تو هوم؟ تو الله. وجبت كل ايات الخلق اللي موجوده، من اللي هو الماء المهين للنطفه العلقه المضغه، لدرجه ان انا ما سقطت. مش انا قلت لك ان انا سقطت في الدكتوراه؟ سقطت بردك. قولي افرحي، افرح يا ابني، سقطت مبروك، قولي مبروك. في الدكتوراه سقطت بردك الحمد لله، بس ميجر فيلير يعني. كنت رايح السعوديه اجمع تبرعات في رمضان، قمت عامل الرساله كده ووديتها كده من غير لا رجعت الانجليزي ولا اي حاجه، ولا المراجع ولا اي شيء. ها؟ ميجر فيلير، مش اي حاجه يعني. حتى في السقوط ناجح في السقوط يعني. سقوط متميز. فلان ربنا اكرمني، ولما كنت بشرح البيبيز دول كنت بطلع الظهر كده اللي هي ده العمود، ده النخاع الشوكي، وبيخرج من النخاع الشوكي 32 عصب كده و32 عصب كده، دول هم دول مراكز الاعصاب اللي في الجسم كلهم. انا كنت بطلعهم بايه؟ بالابره، طح بتاع كده. فدي ما اتعملتش قبل كده، انك تقعد على كل جثه من 400 جثه دول وتطلع النخاع الشوكي وكذا وكذا. فطبعا اجتمعوا الاساتذه في الجامعه قالوا لازم هاني البنا ياخد الشهاده الدكتوراه بتاعته، فجابوني قعدوني بقى قالوا لي بنقول لك ايه، انت عايزينك الشهاده دي تكون عندنا في المكتبه، هتنجح ولا مش هتنجح؟ قلت لهم هنجح ان شاء الله. قمت ناجح. لا هو بس اقول لك حاجه، بقول لك سبب نجاح ايه. انا قلت اللي هو ال 91 كان فيضان ايه؟ بنجلاديش. ها؟ فيضان بنجلاديش، انا كنت في السنه اللي انا سقط فيها، ومفروض اقدم اللي هو الرساله بتاعتي قبل شهر نوفمبر 91. ايوه. فساعتها في شاب من الشباب، شابين زيكم كده زي الورد كده، قالوا احنا جماعه 30,000 جنيه وعايزين نروح بنجلاديش معاكم، والبريتش ايرويز ادتنا تذكرتين درجه اولى، مش بزنس، درجه اولى. وانا في شهر يونيو ولا في يوليو ده ادور على حد يروح مطرحي، ما فيش فايده. قمت يوم جمعه قعدت كده قلت خلاص انا اللي هروح. كلمت الشباب قلت لهم في برادفورد، وقلت لهم ان انا جاي ايه، انا خلاص هروح معاكم. في اليوم ده ربنا جعل سبب السفر ده ان انا اكتشفت نظريه جديده في العلاقه بين نمو النخاع الشوكي والعظمي، وكتبتها وسافرت ورجعت. فكان كانها يعني ايه مكافاه من ربنا سبحانه وتعالى ليا على ان انا سبت الرساله وسافرت هناك. انت كنت جزء تاني من سؤالك ايه؟ ليه انا اتجهت لعمل الخير؟ لا كان في جزء تاني. طب خليني انا اوصيهم بسؤال واحد. اذا سالناك دكتور ماذا علمتني الحياه؟ بوليتس بوينت. انت كده المفروض انا بقى ايه اخد لي سيجارتين كده ولا حاجه؟ كوبايه شاي مع شويه. هو طبعا في ال 40 سنه او على الاقل، انا هنا بقالي 42 سنه في بريطانيا، وحوالي الاغاثه الاسلاميه دلوقتي دي السنه 36 ليها. يعني انا كنت بقى دايما بقول ايه، انا اول دوره في حياتي قضيتها في مصر اغلبها، اللي هي اول 33 سنه دوره الحياه الاولى 33 سنه. انا سبت مصر حوالي 26 سنه 27 سنه، كان اخرها الاغاثه الاسلاميه. تاني دوره داخل بقى بريطانيا هنا هو، اللي هي من سنه 84 او 84 لغايه سنه 2007 2017 او 2014 حاجه زي كده 2017. ودي كان بقى الشغل اللي بتكلم الاولانيه دي خالص عمل اغاثي بحت، عمل اغاثي بحت من 2008 او 2007 او 2006، خاصه بعد احداث سبتمبر. بعد احداث سبتمبر ما كانش ينفع بس نلتزم بالعمل الاغاثي فقط، كان لابد ان احنا نعمل عمل شيء ثاني، نعمل حاجه اسمها ادفوكاسي، المناصره، نعمل تواصل، تشبيك، كذا كذا كذا، بناء قدرات الى اخره الى اخره. حتى انا عندي صوره من الجواب اللي انا بعته لتوني بلير، ممكن اديه لكم نسخه منه وتديه للشباب بكره، ان انا كنت بقول له
الخطوره بعد ده كان كتبته في 2004 ده. الخطوره بعد سبتمبر انتوا بتحاولوا تضيقوا على المسلمين وتتهموهم انهم ارهابيين, وده غلط. ده هيخلي الناس الارهاب هيزداد, الارهاب لغايه دلوقتي ما قلش, التهريب الاموال بيزداد, تهريب الاموال ما فيش تقول لي دوله بتوقف الاموال, لان لو كانوا بيعرفوا يستطيعوا في توقيف الاموال ما كانوش طلعت المجمعات الارهابيه دي اللي بتجيب لها عربيات زيرو في سوريا وعربيات زيرو في اليمن وعربيات زيرو في كل حته, والاسلحه دي كلها جايه فلوس منين؟ وكان الملائكه امرهم الله سبحانه وتعالى لينزلوا مثل هذه العربات عليهم او عليهن. معايا؟ ها؟ جنود لم تروها. كلها سيستم, سيستم بيخدم سيستم بيخدم سيستم. ده جاوبنا بكتابته لتوني بلير في مايو 2004, مش لتوني بلير فقط, لكل رؤساء الجمهوريات والملوك وكذا وكذا وكذا. اللي خلانا واللي خلانا شخصيا استقيل من العمل الاغاثي وابتدي اشتغل في ايه, ان ناسس المنتدى الانساني. يعني انا اسسنا المنتدى الانساني في عام 2000, انا استقلت من الاغاثه في 2008 كمدير عام واو لاخره. ليه؟ انا كنا عايزين نعمل منتدى الانساني اللي هو بيقوم بقى بالتشبيك ما بين المسلمين وبين غير المسلمين, الشمال والجنوب والشرق والغرب الى اخره. يعني انت استشعرت الخطر دكتور من 2004 او قبل 2000, من 2002 يعني بتتكلم عن الموضوع. يعني مثلا قضيه البوسنه احنا اكتشفتها سنه كام؟ 1982 لما انا رحت زياره, كنت انا وانا صغير يعني شاب كده وايوه وشيك قوي يعني ومنيل على عيني كده. فلكن ربنا هداني في 82 ونازل مصر بعد ما استقر بقى الشغل واصبح عندي شغل مستقر, يعني ان انا وانا راجع عايز ادور على مكان في اوروبا اقضي فيه اسبوع يكون بس فيه مسلمين. فربنا جابني على ايه؟ على يوغوسلافيا. فاخدت اليوغو اير اللي هو الخطوط الجويه اليوغوسلافيه, وانا راجع نزلت في ايه؟ في بلجراد, ومن بلجراد خدت القطر رحت على سراييفو. فاول ما عرفت ان في مشاكل الاقليات المسلمه في الغرب او في اوروبا بالذات كانت في سراييفو في 1982 قبل حرب البوسنه بكام سنه؟ ب10 سنين. طبعا في من اقوى من انا نسيت اقول في طبعا انت قلت لي انت كوارث حرب البوسنه في 92, انا قلت 89 99. بعد كده جت حرب البوسنه في 92 احنا كنا مستعدين لها من قبلها ب10 سنين, كنا ماشيين بقى بنقول هيحصل كذا هيحصل كذا هيحصل كذا هيحصل, حتى قبل الاغاثه ما تتاسس. وكأن ربنا سبحانه وتعالى, بس الكلام ده ليكم عشان تعرفوا تقدير ربنا سبحانه وتعالى في مثل هذه الأشياء, كأن ربنا صنع وجود هذه الإغاثة لكي تكون هي موجودة علشان حرب البوسنة, لا علشان فيضان السودان ولا علشان زلزال إيران ولا علشان اسم كده اللي هو واحد فيضان بنجلاديش, هم بعيد ألف الأميال, لكن البوسنة فين؟ في وسط أوروبا. فكنا احنا أحد المؤسسات اللي ساعدت على تقليل الهجرة ها وتضميد الجراح, مش احنا لوحدنا, من السعوديه كمان. طبعا كان معانا لجنه قطر لكاف اليتيم من احد الاساسات الاساسيه اللي كنتوا انتوا ساعتها فيها, وكذلك وهيئه الغاث الاسلاميه العالميه في السعوديه والندوه العالميه للشباب الاسلامي. بسم الله ما شاء الله يعني نزلوا وعملوا 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 وغيرهم, ومن مصر اللي هو لجنه الاغاثه الانسانيه من مصر بتاعت نقابه الاطباء عملوا شغل غير عادي, شغل يعني في وسط النار في وسط النار واخد بالك يعني, والحرب شغاله 92 93 94 95. فده كان الاكتشاف. بعد كده هو بقى تحول الامر بعد 11 سبتمبر 180 درجه, انك انت المفروض تبتدي تعمل كتل, تعمل كيانات, تعمل تحالفات, تعمل كذا تعمل كذا تعمل كذا تعمل كذا علشان تستطيع انك تواجه مثل هذا الخطر اللي ليس فقط ان هو بيجي على مؤسستك انت دلوقتي, لكن بيجي على المجتمع كله. يعني مثلا احد الحاجات الجميله اللي لازم اقول لكم عليها, في سبتمبر 2001 انا كنت قاعد في المكتب بتاعي بقى في المكان الجديد, وقاعد كده بتفرج على التلفزيون, الله ده في فيلم طيارات بتضرب ايه ده فيلم ده ولا ايه ده؟ ما كناش مصدقين ان الطيارات دي حقيقه, ما كناش مصدقين, مع ان ده عشقيه وانا مش عارفين مش عارفين طيارة تضرب هنا وتضرب هنا. يعني ايه في خلال الساعتين ثلاثه الاولين دول بتاع اللي هي طيارات سبتمبر دي ما كناش عارفين ان ده ضرب حقيقي, بس كان عندنا وزيره جدعه اسمها كلير شورت,
كان عندنا اجتماع فيه معاه يوم 12 13 سبتمبر. فكنت طبعا اكيد كنا قلنا اكيد نادي هتلغي الاجتماع. فكلمناه المكتب بتاعته يوم 12 سبتمبر قلنا لهم يعني اجتماع موجود؟ قالت لا اجتماع موجود. رحنا لها بقى زي الفلاحين اللي عمرهم ما لقوا تفاحه وعايزين كلهم يروحوا ياكلوا من التفاحه. هي تفاحه واحده مكتبها يمكن ربع الاوضه دي كده، واحنا رحنا خمسه او سته ما عندناش كراسي في الايه في المكتب، بس احنا بقى كنا عايزين نروح عشان ايه خلاص. فقالت لنا كلمه واحده جميله جدا يعني، قالت لنا ان لو كنت قلت لكم ان انا مش عايز اقعد معاكم ده معناه مش هشتغل معاكم، لكن انا عايز اشتغل معاكم. انا عايز ايه؟ لان احنا كنا عزمناها قبل كده سنه 99 عندنا في المكتب، وسنه 90 وجت لنا في المكتب اللي هو اللي انتوا اللي هو شفتوه في اول يوم. فده كان بالنسبه للمناخ اللي كان موجود ونوعيه الوزراء اللي كانت موجوده في الوقت اللي احنا بنتكلم. المناخ دلوقتي مختلف تماما تماما تماما. لو بتتعامل معاه لن تستطيع ان تتعامل معه كمؤسسه فرد واحد، ها لابد تتعامل معه ككتل، كتل يعني بلوكس كوليشن فورمز أو, او 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 الى اخره او اتحادات الى اخره. ده اللي تغير الفكر. فضلوا ها فضل قول ده انت عايز اقول اديك انت دي بعدين هي بعدك. لو بس في قلنا شنو ان لو عندك اي ادفايس ان نصايح مثلا اوكي حق حتى حق الشباب الناحين لو نعمل مثلا مبادرات او غيره كيف ممكن نستهدف المجتمع؟ يعني اتوقع ان المجتمع جدا تغير عن قبل يعني حتى التكنيكس وكذا يعني. طيب اوعي تخافي انك تاخدي مبادره ان شاء الله تفشلي مش عيب، ان شاء الله تفشلي 50 مره مش عيب، بس خليكي مصممه على انك تاخدي مبادره عشان تنجحي. اللي قدام ما انا بقول كده الناس اللي خدوا جائزه نوبل خاصه في الكيمياء وفي الطبيعه والحاجات دي عمر التجارب بتاعتهم ما نجحت من اول يوم او من اول تجربه، قعدوا سنين فشل وسنين وفشل وسنين وفشل الى اخره. فدايما بس عشان تنجحي ما تبدأيش بحاجة كبيرة أكبر من إمكانياتك. ولنفرض إن أنت عايز تعملي مبادرة، اشتغل على مستوى الحي، علمي فيه حارة، حاجة بسيطة جدا لمدة 6 أشهر أو سنة. لو نجحت فيها كبري، لو نجحت فيها كبري، بعد ما كده هيكلي اللي هو اعملي نفس الجمعية، والجمعية دي اعملها أهداف عندك. شوف هنا في أقلام كتابة هنا ولا مفيش؟ الترابيزة هناك دي. فلا فما ما تبدايش مبادره تقولي والله انا عايز اجمع مبلغ كبير جدا عشان اعمل مشروع كبير جدا وانا ما عنديش امكانيات، لا امكانيات ذهنيه ولا بشريه ولا حتى خبرات. ابداي صغيره وتعلمي وانت على مستوى الشارع. بتسموه ايه في قطر؟ او حاره ولا بتسموه ايه؟ ولا شارع او حاره او حي او الى اخره، او قريه او ضيعه زي ما في لبنان او عندكم في فلسطين او الى اخره. بعد كده هو من خبرتك انت الناس بتثق فيك. يعني انا هقول لك حاجه، هقول لكم حاجه، احنا في ميزانياتنا تتكلم على ايه؟ على نمونا في خلاص اقعد في الثمانينات ما كانش فيه فلوس كثيره، الناس مش واثقه فينا لسه، شباب ما نعرفهمش، ايه مش عارف ايه دول ايه. كان كل المساجد هنا هو بتجمع الفلوس عشان يودوها لقرايبهم في باكستان وفي الهند وفي بنجلاديش و الى اخره. اول مره في حياتهم يجدوا بعد القضيه الفلسطينيه يجدوا ان في شباب عايزين يطلعوا فلوس لايران والباكستان والسودان وبنجا الى اخره، مش مساجد مش ائمه. فانت نصيحتي ليكي تعملي تيم، والتيم ده يبدا حاجات صغيره. لما تحس انك كبري بقى كل شويه كبري عن المشروع لغايه ما عندك ثقه وعندك المصداقيه والناس بدأوا يثقوا فيكم في الشارع، تبتدي تعملي جمعيه، والجمعيه دي تبتدي يكون لها حيثيات مختلفه نشتغل بيها. ده بالنسبه، لكن حذاري انك تخافي انك تفشلي. افشلي يا ستي مش مهم، بس هتنجحي بعد كده. انا قلت لك انا حتى ما جيت اتجوز ما اتجوزتش من اول مره، اترفضت. شفت برضك؟ يعني ما تفتكروش برضك لانها نصيب. ايه اول مره ما مشيتش بس هخش بقى في الجواز؟ لا انت كنت عندك سؤال. انت ممكن تقريبا سؤال قريب. احنا يعني مشاكل اللي نواجهها
اللي في اعمارنا سواء الشباب او المجتمع ما عندهم حماس باللي قاعد نسويه، حتى الوعي مش موجود. فكنا كثير نعاني من ان كيف ممكن هذه القضايا نوصلها للناس، كيف ممكن نجمعهم، كيف ممكن احنا نكون على قلب واحد، لان احنا دائما يا متشتتين او هم اصلا مش متحمسين بالموضوع اللي احنا قاعدين نحكي فيه. طب انت متخيل انت عادة كم شاب بيكون حواليك؟ ما عندي فكرة. قولي كم شاب وشابة؟ واحس اول شيء المفروض تذي في ناس ملتزمين غير اصحاب المبادرة مثلا 10 اوكي حس انه مثلا بس ناس ملتزمين دائما يجون. اوكي في ناس بيجون اول مرة وهالشيء يصير في ذاك، المشكلة انه بعد مرات مثلا اوكي في ناس يجون وايد المرة الثانية ما تشوفهم مرة ثانية، فهمت؟ يعني ما في استمرارية، ما في استدامة. شوف انت ما يهمكيش كم واحد يجي، يعني لا يعني اوعي 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 تخافي من عدد القليل، اوعي تخافي من عدد القليل. انتوا يعني ان انا عايزكم تكونوا 4 او 5 او 6 بالكثير قوي، اللي هم يجمعوا الناس حواليهم، ساعات تبقوا 10 ساعات تبقوا 20 ساعات تبقوا 30 الى اخره. يعني لما اتكلمت معاكم في الاول خالص قلت لكم كانوا شابين، كان الدكتور احسان ربنا يكرمه ان شاء الله هو موجود في الاردن دلوقتي، وكنت انا في الاول في اول خالص، وبعدين بعد كده الشباب الصغيرين اللي كانوا في سنكم دول اقل واقل من سنكم واكبر من سنكم، دول كانوا بيجوا ايه في الايفنتس اللي احنا كنا نعملها في المبادرات اللي احنا بنعملها. فانت خلي لك كور جروب 4 أو 5 دول اللي هم الايه زي ما بتقولي اما تبني عماره عايزه كام عمود، عايزه 10 عواميد لازم اجيب ال 10 عواميد، عايزه 5 عواميد لازم اجيب 5 عواميد. حوالين الخمس عواميد بقى هيكون ساعات في 50 شابة و60 شابة، وتجذبي الشباب تعرف بايه؟ بانك تعملي ايفنتس يعني فعاليات، تنظمي فعاليات. مثلا احنا النهارده عايزين ننزل نروح حي من الاحياء في مثلا في صيدا، حي غلبان كده وتعبان وعايزين ننظف الشارع، هتلاقي جالك انتوا مش انتوا 5 هتلاقي جالك من شاب وشابه هيقول لك عشان ايه؟ عشان الفعاليه دي عايزين نعمل احتفال، هيقول لك 100 شاب وشابه وهكذا. لكن انت حافظي على الخمسه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما في صدر الدعوه الاولى في مكه كم واحد من الصحابه هاجروا معاه بعد 13 سنه من مكه للمدينه؟ كم واحد مشايخ؟ اقل من 100، 73 حاجه اقل يعني. وكم واحد هاجر للحبشه؟ فشوفوا بعد كم سنه، بعد 13 سنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيربي في مين؟ كان بيربي في المجموعه بتاعتك انت اللي انت بتقول عليها دي، خدت منه 13 سنه عشان يطلع ال 50 او 60 او 70 او 80 واحد اللي طرحوا معاه كمهاجرين، اللي هم كانوا يعتبروا ال 70 او ال 80 عمود اللي على اساسهم بنيت الامه الاسلاميه كلها. خدت بالك يا اختي؟ خدت بالك؟ اوعي تيأسي. ها هات العصا، هات العصا يا ابني. سؤال تفضل. هندخل بالعمق. عمق يا سلام. يعني نحن الان اليوم السادس سنة في برمنغهام. نعم انا حقيقه حاولت استقري الهويه اللي يعني بنيت عليها الاغاثه الاسلاميه، يعني اكيد انه لكم اتهامات او كذا كثير. نعم انا خلال وجودنا هنا يعني ما شاء الله نجد اختلاف في الافكار، يعني وفي اختلاف في المذاهب والاديان، في مسلمين غير مسلمين، في مسيح، في من طوائف مختلفه. ما هي الهويه التي تجمع الاغاثه الاسلاميه وكيف تتعاملون مع الاتهامات خاصه من دول خارج؟ هي الهويه هويه انسانيه قيمها اسلاميه، واضح؟ يعني انا دلوقتي بشتغل مع الانسان، كل انسان في كل مكان في العالم، فانا ما يهمنيش يكون عندي مين اللي شغال طالما هيقوم بالحرفه بتاعته بكفاءه. يعني اول تعيين الموظفين الغير مسلمين في المؤسسه كان يمكن في اخر الثمانينات او اول التسعينات حاجه زي كده، يعني والعمليه لسه تحبو. ليه؟ في شاب وكان ايه كان في الاي تي، كان في الاي تي. فلذلك الانفتاح على المجتمع اللي اذا اردت ان تنمو فلابد ان تجعل المجتمع الذي يعيش حولك ينميك ويعطيك فلذات اكباده. ان قوقعت نفسك على نفسك وحسبت ان المجتمع هو انت وجماعتك ومش عارف حزبك او مذهبك، فهتبقى انت مشرنق نفسك في جزء
هتشتغل على مستوى الجزء ده مهما قلت يمين شمال فوق تحت هيبقى انت معروف بكده. ده اللي حدث من سنة 1984. لكن في زي ما انت شفت في سيخ، في هندوس، في مسيحيين، في كل الطوائف المسلمين سواء كان الشيعة او سنة او الى اخره، في كل يعني الافكار المسلمة اللي هو من الصوفيين يعني مثلا عطاء الله صوفي وبالك انا محسوب على كل الجهات دي كلها، انا صوفي وسلفي وكل الحاجات دي وبالك الى اخره معايا انسان. فبالتالي اما تنظر لمثل هذه الاشياء في ناس بيتفرجوا عليك من بره. يعني اديكم مثل من الامثله عشان انتوا بتحبوا الامثله معايا، انت ما سالتيش مش هتخرج لما تسالي. المثل ده ايه؟ كنا في 2003 انا قاعد في المكتب، انتوا ما شفتوش طلعوا فوق الدور فوقاني، كان ليا مكتب فوق وكان يعني بسم الله ما شاء الله يعني، وقعد كده. فالوزيره جت عايزه ايه اتقابل معاك، جت قالت لي قعدنا بقى كلجنه معاها بتعرف انا عايز اقعد معاك انت لوحدك. فقلت لهم عن اذنك يا شباب خرج. فقالت لي في شاب مسكوه في مدينه مانشستر من كام شهر وكان معاه سلاح في المطار وقال ان هو متطوع عندكم، البوليس اتصل بيك؟ قلت لها ولا اعرف حاجه. قالت لي يعني مفيش حد كلمك؟ قلت لها ما اعرفش ولا حد كلمني ولا اي شيء، اي حد بيقول اي حاجه في اي حته. قالت لي خلاص. طب قالت لي طيب اخر مره انت قابلت سفير من السفراء بتوعنا امتى؟ قلت لها لسه من كام شهر في مصر. قالت لي معقوله؟ كان الحادثه دي مثلا بقى لها 14. قلت لها ليه بتسال السؤال ده؟ قالت لي لان لو انت كان عمم عليك او على الاغاثه شيء كان ولا سفير هيقابلك، هيبعت ايميل مباشره ما تقابلهمش، اعتذروا بقى واحد تعبان واحد في اجازه واحد كذا واحد هكذا تشتغل الدول. راحت ورجعت بعدها بست اشهر وطلبتني وقعدت معاها في المكتب الى اخره وقالت لي الحمد لله ما فيش مشكله نظفنا الملف ده. ده كان المناخ اللي هنتكلم عنه. هذه الفريه ما زالت موجوده خاصه مع نمو اليمين المتطرف في اوروبا وامريكا، خاصه مع نمو اللي هو الاسلاموفوبيا اللي هو لا يرى فيك الا عدو ولا يرى فيك انجاز ولا يرى فيك خدمه مجتمعيه ولا يرى فيك اي شيء جيد، لكن انت عليك انك تتحداهم بما تنجز وتجعل انجازك عملي تطبيقي في المجتمع نفسه، سواء كان في التعليم سواء كان في اي عمل في السياسه في اي عمل في المجتمع نفسه. والاعلام دلوقتي اصبح شبه مسيس، يمكن بعضكم يقولوا ان الاعلام في بعض الدول العربيه والاسلاميه مسيس، انا برضك اصبح شبه مسيس وفي ناس دافعين له اموال عشان يطلعوا فلانه وفلانه وفلانه والدوله الفلانيه وفلان الفلاني كذا كذا. يعني مثلا انا بقولتهم عشان اسم العيله وده معروف يعني على مستوى العالم، يعني الى ان اثبت انا متهم يعني لا نثبت العكس الى انا متهم حتى اثبت براءتي. ليه؟ لان جدي الكبير كان من عيله البن، انا بقول لهم عيله البنا دي اصولها كلها من ايه؟ لان المنطقه اللي موجوده في العالم اللي فيها قريه اسمها قريه البنا البنا ووادي اسمه وادي بنا هي اليمن، واكيد كل عائلات البنا اللي راحت الكويت وراحت السعوديه وراحت قطر وكذا وكذا طلعوا منين؟ ولبنان وفلسطين عندكم بنا عندكم بنا عندكم بنا طالعين من اليمن. يعني واحد من الناس طب ايه المشكله؟ طب ما لو كنت اسمي لو انا اسمي ناصر مثلا هبقى انا قريب عبد الناصر؟ ولا سادات حب قريب السادات؟ ولا بيجن حب قريب بيجن؟ ولا تزر وزارة وزراء خدت بقى بغض النظر. فده في النمو الاسلاموفوبي، بس انت تراعي المعايير الانسانيه. كلموكم في المعايير الانسانيه في الدوره دي تراعيها، الشفافيه والمصداقيه والحياديه وعدم الانحياز الى اخره الى اخره الامور دي. انا بقى عايزكم تعملوا ايه بقى؟ انتوا سالتوني بقى واحد انت ما سالتيش. انا عايزكم تقولوا هل احنا العمل الانساني ده احنا محتاجين نتخصص فيه ولا محتاجين نغير مفاهيمه؟ بمعنى انت خدت معايير انسانيه كتبها ناس جزاهم الله خير، انا عايز اغيرها، عندي ثقافه عندي قيم عندي اخلاقيات احطها، مش هنعرف نحطها الا اذا تكتلنا. اصبح لينا كتل، مش كل واحد يدي التاني ظهره عشان بيجري على قرشين من الدونر. يعني انا اصبح دلوقتي لابد ان انا اراجع ايه قيمه العمل الانساني اللي فيه خيره شباب العالم العربي والاسلامي بس بياكلوا وشربوا.
فين تغيير فكر، فين تمكين المواطن اللي سواء كان في فلسطين او سواء كان في افريقيا او سواء كان في اسيا، نمكنه. نمكنه بمعنى ايه؟ نمكنه بالتعليم، نمكنه بالتأهيل، نمكنه بالاقتصاد الى اخره. مش كل شويه انا هجيب له رغيف العيش واجيب له خروف العيد، لا، انا عايز هو يكون عنده مزرعه يطلع الخروف، هو يكون عنده مزرعه يطلع المحصول، هو يكون عنده مزرعه يطلع منها القطن عشان يعمل من المحصول اللي هو الهدوم اللي احنا لابسينها دي. انتوا بقى في العمل الانساني بتاعكم علينا وعليكم انتوا الجيل بتاعكم انكم تمحوا كلمه الاعتماد على الاخر، وتبداوا كلمه التمكين اللي بسموها ريزيلينس. سموها كلمه تخينه كده اسمها ريزيلينس. ريزيلينس يعني ايه؟ هي ايه سمو لي المراه دي؟ لا لو انا عايز اخدكم بعد اخدكم معايا البوسنه تشوفوا بقى. بسم الله ما شاء الله الاخوات البوسنويات اللي ما تلاقي 70 واحد من عيلتها ولا ما تلاقي 50 واحد من عيلتها، وخرجوا باطفال قد كده ارامل وبنوا مستقبل. انا عايزكم تعملوا كده، مش تيجي تاخد محاضره وتمشي. محاضره وامشي، يبقى انت فنكوش ما تنفعنيش. عارف فنكوش؟ اتفرج على فيلم عادل امام. انا احب عادل امام قوي، ولي فيلم الفنكوش بس في حب في لقطتين ثلاثة كده مش هينفعوا فنشيهم. بالبنات ممكن يشوفوهم لكن الصبيان ما يشوفوهمش. انتوا ما تشوفوهمش. ها فنكوش ده بيبيع لك الهوا قبل ما يعبيه في ازايز. فهمت حاجه؟ انت فهمت حاجه؟ حد فيكم فهم حاجه؟ باع لك الهوا كمنتج. يعني فنكوش معناه ايه؟ معناه انه قال له في الحوار، قال له انت مبدع، احنا بعنا لهم شيء مش موجود والناس اشتروه. فاكر الفيلم؟ لا شوفيه بقى واخد بالك، لان في حاجات كده اسقاطات جميله جدا. انا بشتري شيء مش موجود، انا بشتري شيء مش موجود، انا بقى عايزك انت تعمل الموجود عشان ما حدش يجي يبيع لك ايه الهوا ده ويقول لك ده ايه ده مش عارف ذهب ولا فضه ولا كذا ولا كذا. لابد تجعلي كل هذه العائلات منتجه. انا مش عايز منك اكل وشرب ابدا وهتجيب لي كسوه ابدا، انا عايزك انت تخلي الاخت دي والاخ ده يزرع ويبيع وينتج ويربي، وهو اللي يفتح المسجد وهو اللي يفتح المدرسه وانا اعلمه ازاي. وده خلي بالك مثل السمكه ده اللي انت بتقولوه على الصينيين كويس، بس الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا تعرف قال ايه لما لقى واحد زي حالاتي كده قاعد بالله بتاع في مسجد، قال له انت تعرف تشتغل. قام واخد الغتره بتاعته اللي هي اللفه دي والعمامه وباعها بثلاث دراهم. قال له درهم لاهلك تاكلهم، ودرهم تشتري الفأس او والايه، ودرهم تجيب الحبل بتاعته، وتعالى قابلني بعد اسبوعين. قال له بعد اسبوعين وفي ايده بعض الدراهم 10 20 درهم. يعني معناه مكن الشاب القادر على العمل بعمل بسيط يستطيع ان يتكسب منه وان يتصدق منه. فده دوركم، اوعوا تنخرطوا في العمل اللي هو الايه الامرجنسيز فقط. اخرجوا من الامرجنسي بفكر. انا عندي فكر جديد بحاول اعمله. معذره انا عايز حد يسال سؤال. شايفك انت متحفز. لا متحفز اسمعك. يعني شوف انا مش عايز اصرف ال 100% بتاعت الامرجنسيز دي ساعه الامرجنسي، عايز اخد منها 30%. 30 انا بقى عايزكم انتوا بقى ايه تحملوا الوقت 30% ده. وانا عندي مصيبه وكارثه ابتدي اهل الناس، ابتدي اعلم الناس في الحته المعينه دي، ابتدي ابني مجتمع محلي، ابتدي ابني مؤسسات جمعيات محليه. ليه؟ لان هم دول اللي هيحافظوا على 70%. يوم ما هينقطع الدعم بتاع الاغاثه يا بنات ويا شباب مش هبني حاجه، حتى مش هعرف ابني سوريا. انا بقول لكم اهو وبلطو، انا قاعد بلطم في القضيه السوريه دي بقالي 7 سنين او 8 سنين. اقول لهم يا اخوانا يوم ما هيمشي التلفزيون، اتعلمنا من البوسنه، اتعلمنا من الشيشان، اتعلمنا من افغانستان، التلفزيون بح ولا مليم. الى الان الى الان افغانستان عايزه تبنى. الى الان الشيشان يمكن لولا ان الروس لهم توجه سياسي في انهم بنوها لشيء معين اتبنت. شوفوا اليمن، شوفوا جنوب السودان، شوفوا دارفور، شوفوا ميانمار، كل الحاجات دي كلها. فلابد انت في الاول ده الفكر الجديد اللي بقول لك تعمليه بقى، وده الفكر الجديد اللي انتوا تعملوه. انا مش حاسس في 100%
ولازم اقعد المشايخ كده واقول لهم اسمعوا مفيش فلوس هتجيلي بعد كده، عايز اخد منها جزء عشان ابني المجتمع ده، المجتمع ده يمنع الكارثه بعد كده، ها ويمنعك حتى اعمل وقف حتى في الموضوع ده اعمل وقف موقوت للكارثه نفسها. يعني ممكن احبس مبلغ معين ده وقفي استثمره 1% ولا 2% وبعد 5 سنين و10 سنين بالاستثماره ارجع افك الوقف ده لنفس القضيه، ما يبقاش وقف مؤبد زي الاوقاف الاخرى. فالحاجات فانا عايزكم انتوا تعملوا الفكر ده، انتوا تعملوا الفكر ده، احنا مش انا مش هقدر اعمله ليه، بس انا هقعد اغني عليه، اعمل زي مسحراتي كده اقعد اغني بيه، انتوا تنفذوه، ولو ما نفذتوش سيحاسبكم الله حسابا عسيرا. لماذا؟ لان احنا حطينا الارضيه، انتوا بقى في الارضيه دي حتى هتعملوا فيها ابداعات جديده ما حصلتش في الجيل بتاعنا، تغيير فكر، ها ازاي نقف قدام الدول اللي هي بتصرف اموال عشان بس تقول لنا اصرفوا اموال على الاغاثه، واحنا عايزين ننمي القدرات البشريه، عايزين ننمي القدرات الذهنيه، عايزين ننمي المجتمع اللي احنا عايشين فيه. يعني من القضايا القويه جدا ان الشعب اللي هو ذا موست ريزيليانت الشعب الفلسطيني، وده اللي مجنن العالم. يعني مش شو مين يعني من اول الدول العربيه في التعليم 4 أو 5 منهم الشعب الفلسطيني مصر على انه يتعلم مع كل اللي بيحصل له الى اخره. فانتوا سمعاني سمعني انت وهو، لابد دوركم انتوا مش مم 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 مم، لا، بناء الانسان اللي هو هيستطيع ان يبني المجتمعات وتغيروا القوانين الانسانيه من وجهه نظر اسلاميه وعربيه. انتوا عندكم حيثيات جميله جدا، انا حتى في قاعده عشاء بعملها دلوقتي بنحاول نعملها لدراسه من الدراسات، وانا بفكر في اللغه العربيه، عايز اعمل ماده اسمها ايه دور اللغه العربيه في العمل الانساني، ايه مصطلحات اللغه العربيه اللي احنا هاملينها وماشيين ولا لغات عوراء عرجاء بطحاء، دور اللغه العربيه في التأصيل وضع منهجية لفكر إنساني جديد، مش فكر إسلامي، فكر إنساني مجتمعي جديد نعيش على كنوز ولا نكتشفها. سمعين يا بنات؟ سمعين يا شباب؟ ده بس الإجابة على أي سؤال أو سؤاله خلاص. تفضل تفضل. جزاك الله خير. يعني أروح بيتنا؟ انت قلتيش عشان الشباب لو كانوا عايزين يروحوا تعبناهم. بالنسبه للشباب، الشباب اكثر شيء تحتاني. بالنسبه للشباب حاليا الاغلب افكارهم افكار ان انا ابني وطني اكثر من انا اهتم في الدول الثانيه او المشاكل اللي قاعده تصير، لان دولتي اولى. فكيف ممكن احنا نتعامل او نوازن بين هذا الشيئين؟ مش مشكلة، ايه العيب ان انا ابني وطني؟ انا بحب وطني، حب الوطن جزء من الدين صح؟ ومن الايمان، والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبكي على مكة، ولو انا مكة واهل مكة وصبايا في مكة وشبابي في مكة الى اخره. ايوه انا بحب وطني، ايه المشكلة؟ حبي الوطني بعد ما وانا ببنيه هتشعر لو انا فعلا مؤمن بوطني. الامر الثاني بقى، وانا مؤمن بوطني، انا مؤمن ان وطني ده زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تحدث عنه انه أمة ممتدة عبر الأجيال وعبر الأزمان وعبر القارات إلى آخره. مش كلنا هيكون عنده التوجه ده، مش كلنا. أنا ما عنديش مشكلة، أصحاب التغيير مش هيكونوا 100%، هيكونوا 1% أو 5%. يعني عبد الرحمن السميط لما بدأ من 50 سنة تقريبا حاجة و 40 سنة، يعني بدأوا قبلنا بسنتين ثلاثة هناك، ما هو جاي من الكويت، وطن مستقر وأغنياء وكل حاجة على الترابيزة وهكذا، خرج بالمنظومه بتاعته دي فغيرت الفكر الكويتي، ثم غيرت الفكر الخليجي، ثم غيرت الفكر العربي. اسم كده محمد يونس في بنجلاديش، خرج من بنجلاديش لبنجلاديش صح، لما عمل جرامين بنك. بس لما عمل جرامين بنك اصبح جرامين بنك دلوقتي يعتبر علم او شمس من شموس الدنيا. لما الجماعه بتوع براغ اللي هم بتوع بيعملوا المحل الخيريه دي من بنجلاديش برضك،
نفس الفكرة أصبحت دلوقتي تريد مارك في العالم كله. لما عمنا اسمه كده إيدي، إيدي ما كانش عارف يكتب بعد انفصال باكستان عن الهند سنة 47، مش يلاقي هناك، عمل أسطول في باكستان يعتبر من الـ من الـ هي العربيات الإسعاف والمستشفيات والممرضات وحاجة كده، وهو رجل بسيط جدا 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 جدا. فلما ننظر لمثل هذه الأشياء، ابدأ كفرد، حب الوطن، حب قطر، حب سوريا، حب السعودية، حب مصر، حب المغرب، حب فلسطين، حب لبنان، حبيها، ايه المشكلة؟ بالعكس انت لما حبيتيش وطنك مش هكون يخف في الايه؟ في الاوطان الاخرى. خدت بالك؟ وهتلاقي وانت بتحب وطنك على حسب ايمانك برؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم. معنى ايه؟ معنى المصطفى صلى الله عليه وسلم كان قاعد بيقول لك ايه؟ اني ارى قصور قيصر وكسرى والشام وكذا وكذا، وسينتشر هذا الدين بعز عزيز ابو زيد زين حتى ماشي ما بين صنعاء والحضرموت. لا، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده رؤيه، هو قاعد كده وقاعد كده ايه ده؟ هو قاعد كده في ظل الكعبه بيحلم احلام ببلدك مش حرام زي الفل، واحلام البلد اللي كان بيحلم لها الرسول صلى الله عليه وسلم. مش انت بنت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بنته يعني اللي بتحبيه وعايزه تقفي قدامه تقولي له انا هو. هو ليه بيقول امتي امتي ما بيقولش قريشي قريشي مكاتي مكاتي؟ قال كان قال مكاتي مكاتي؟ قال قريشي قريشي ولا قال ايه؟ هو الوحيد اللي قال امتي، كل الانبياء ما قالوش، قالوا نفسي نفسي. يعني هو خرج من نفسه وخرج من قبيله وخرج من مدينه وخرج من منطقه لغير لامه، امه ما كانش حد مستوعبها في الوقت ده. كان حد مستوعب ان الامه الاسلاميه في وقت المصطفى صلى الله عليه وسلم هتروح هنا وهنا وهنا؟ ايه ده؟ وقسطنطينيه وروميه وايه ده؟ انت ايه يعني؟ احنا في غزوه اسمها ايه دي الاحزاب، الناس بيقولوا احنا المنافقين، نحن غير قادرين على الخروج للتبول، وده بيقول لنا كسرى وقيصر ومش عارف ايه الكلام الفنكوش ده. لكن حصل، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقولش ما ينطق عن الهوى ان هو الا واحد يوحى. فانت احلمي حلمه، وابداي بحلمه بحب القريش وحب المكه. شفت بقى؟ فلما ما حبش مكه هو، ما حبش اهله وعشيرته، عمره ما كان هيحب العالم ده كله. اتفضلوا يا رجال، انت قلت ها؟ زودت انا الجرعه؟ انت ما اتكلمتش. اختم بس عشان ايه، لو انتوا يعني عايز تتكلم انا ما عنديش مشكله. بس كنت اسال متى جتتني الاغاثه الاسلاميه؟ متى جتت الاغاثه الاسلاميه؟ سنه 1985 زارنا الاخ يوسف اسلام اللي هو كات ستيفن، اللي هو ايه كات ستيفن، كنا عايزين نعمل مسلم ايد، وكان بيقول لي اجي ايه نقعد معاكم عشان نعمل حاجه ثانيه. فهو اللي اقترح علينا كلمة إسلامك ريليف، يعني الحاجات دي للإحقاق الحق، يعني الفضل بعد الله سبحانه وتعالى ليوسف إسلام، هو اللي ادانا الاسم ده. كنا احنا اسمها ذا كوميتي اوف هيلبنج مسلم ريفيجن افريكان، يعني حاجة اسم طويل كده ودمه تقيل وبايخ كده وحاجة زي كده يعني، وأنا اللي كنت مسميه طبعا. لكن لما عمك، ما أنا مش بقول لك أنا بسقط كل حاجة يعني، ما ينفعش أنجح على طول من أول مرة، غلط بالسواقة، الجواز، مش عارف ايه، كله بسقط على طول الحمد لله. لكن هذا الاسم يعني هل له تأثير إيجابي، سواء إيجابي أو سلبي؟ لأنه كأنه يوحى أنه في توجه، يعني توجه ديني مثلا، توجه ديني، ما فيش مشكلة. ده بالعكس، هقول لك حاجة، صلي على النبي. الشعار بتاعنا عمله تركي، شاب ما شفناهوش، كان ديزاينر في لندن، وإحنا بعتناه، فبعتناه ثلاث شعارات كده. طبعا انت اخذت بالك من البتاع دي زي القبه التركيه، الصوامع التركيه والمنارات، خد بالك. الراجل ده ما شفناهوش خالص، وقال مش عايز فلوس منكم، كان ساعتها ممكن مبلغ 20 جنيه 30 جنيه حاجه زي كده. فيظل الشعار بتاعه قاسم، قاسم ما بين توجهات كثيره جدا في المعامل ده. حصل النقاش ده ما بين ابناء الاغاثه الاسلاميه في التسعينيات، نشيل اسم اسلامك ليف؟ قلنا لهم لا، لابد العالم يتعود على انه يتعامل مع مؤسسه حرفيه لها اسم اسلامك. ايه المشكله؟ ما في كريستيان ايد، ما في مش عارف تير فاند ولا غير كريستيان ايد، في كاثوليك ايد، في كذا، في جيوش ايد،
وهكذا. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ حاسبني على ادائي، حاسبني على ادائي وعلى تاثيري الايجابي في المجتمع، ما تحاسبنيش على اسمي. ايه المشكله؟ انت سميت جون، انا سميت يحيى، ايه المشكله؟ يمكن يحيى ده يكون اسوأ من جون، مش عرفنا، وهكذا. فلذلك النقاش ده حصل وحسم في الفتره دي، واصبحت الاسم ده يعتبر لاند مارك. لكن في تحديات، مش ملوش تحديات، في تحديات. انا عايز اختم بس بحاجه، دوركم الا تتركوا المجتمع الدولي وحيدا في غيابكم، وان تكونوا مؤثرين في العمل داخل المجتمع الدولي، وانتم لستم اقل من اي حد بيتكلم لغه تانية ابدا على الاطلاق، لكن تعلموا المهنه وتعلموا كيفيه الحديث وكيفيه الالقاء وكيفيه المناظره، ولا تتنازلوا عن مبادئكم، واجعلوا من مبادئكم وقيامكم جزء من المنظومه الدوليه. احنا اللي احنا عملناه في الثلاثين سنه اللي فاتت دول، ان احنا زي ما بتقول عملنا ايه، غربله كده، هوجة، فبداوا يسمعوا لصوت المسلمين. انتوا بقى تؤطروا لصوت المسلمين وصوت الغلابه والمساكين من وجهه النظر لينا ذكرت اللغه العربيه، لان اللغه العربيه بعزه وبقوه فيها ما ليس في كثير الا من كل اللغات اللي موجوده في الارض. ابدا ابدا، والا لما اختارها الله سبحانه وتعالى انها تكون لغه القران ابدا الى يوم الدين. فخرجوا من كنوز اللغه العربيه الاستنباطات والاستقراءات للمرحله الجديده، وفي نفس الوقت خشوا كافه المناحي في المجتمع الدولي، سواء كان في السياسات او في الاقتصاد او في الاجتماع او في اي حاجه، وكونوا رواد، مش حضور فقط، مش ممولين، كونوا رواد، يسمع اليكم ويؤخذ من ارائكم. دول ده انتوا تقوموا بيه بقى ان شاء الله. خلاص، ان شاء الله خير، جزاكم الله خير. شكرا، جزاكم الله خير. احنا خدامينكم في اي وقت، في اي ساعه، في اي مكان. هاخدكم معايا رحله البوسنه، ها اعرفكم على الاخوات دول، كل واحد فيهم ايه، عنتيل. عارف عنتيل يعني ايه؟ يعني لا تتزوجها. لا مش جاهز، انت غلبان. عنتيل يعني بسم الله. الانثى وعنتره للرجل. لا يا عنتيل، انت عنتر يعني؟ خلاص.